لا في مية ولا في زاد ولا في حاجة عندنا، خليها على الله والحمد لله. الحمد لله، الستر من الله، الستر من الله. أنا المريضة ريهام مصباح مزهر، بعاني من الكلى إلي سنة ونص بأغسل كلى. لقيت حاليا الوضع تغير مش زي أول، واتقلص عدد الساعات، وهذا أثر على الجسم كله يعني وعلى الحياة اليومية. وتاني إشي إنه فيش مواصلات، لا ذهاب ولا إياب، يعني بتتغلبي في الفترتين. الفترات اللي قبل كده لما كنا نغسل 4 ساعات، وهلقيت ساعتين. الواحد مش ضامن حياته يعيش او يموت، من الوقت انه قصير كتير، دغري الساعتين بمره. تقلص الساعات اثر بشكل كبير علينا. كنا قبل 4 ساعات وهلقيت صرنا ساعتين، وهذا اثر علينا على جميع الجسم. يعني بنخاف من القصف، فيش حدا يعني بيقدر يوصلك ويأمن لك المواصلات زي قبل. الوضع أصلا كله هي تتغير. فيش مواصلات، يعني مشينا نص الطريق، وقعدنا يعني كمان الله يعزك نركب على الدواب، لقينا كارة حمار ركبنا عليها عشان نيجي على المستشفى، وروحنا في الليل، روحنا القصف فوق، لما اضطرنا ننام في المستشفى اول امبارح يوم الاحد، اضطرنا ننام في المستشفى عشان فيش مواصلة تروحنا. احنا بنعاني كثير من يومة الحرب، واحنا مأساة، مش معاناة، مأساة واكثر كمان من هيك.